السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في اكسيو. غادي تقولوا لي يا لطيفه كترتي لينا في الجديد. وصراحه راه اكسيو هاد الايام ما كاينش غير الجديد في الجديد، وكنشارك معكم الجديد اللي هما كيكونوا حصريين. وبغيت نشارك معكم حتى اليوم جيت غير ضربت غير دوره وصافي، لقيت قلت لكم بغاو يهبلونا هاد العام. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا الجديد اللي نتاع اليوم. واول حاجه لاحظتها جديده هي هاد التيش لامب اللي خدامه بالضو، عندها الكابل، جابوها باللون الاسود، عندها هكا الشبكه كما كتلاحظوا هنايا في الصوره. الثمن ديالها 7 أورو 95 سنت. ادخلوا هذه جديده حتى هي، هاد الخزانه اللي هي كبيره اللي تقدروا تعلقوها، كتعلق في الحيط اللي هي كامله نتاع الحديده، كتحطوا فيها الصور. هنايا جابوها باللون الاسود، راهي كبيره، الثمن ديالها 17 أورو 95 سنت. واما في الجديد نتاع بلاطويات، قلت لكم هاد الايام كثروا علينا بالجديد، كثروا علينا بالبلاطويات. كل بلاطو كاين سيك في الاخر، كل مره كتقولي هذا هنايا النبات كما كنقولوا حنايا بالعربيه ديالنا الدارجه. كاين هاد بلاطو اللي هو كيجي هكا مستطيل وفيه هذا النقش وعنده جوج اليدين، ولكن هذا راه هو خفيف خفيف ماشي ثقيل، وكما كتلاحظوا راه كيتحرك. يعني بغيت نقول لكم الا كتفهموا العربيه ديالي، راه ماشي ثابت، يعني كيتزعزع، تقدروا تحركوه غير هكا كما كتشوفوا، يعني ما تقدروش ديروا فيها شي حاجه ثقيله بزاف حيت يقدر يتهرس لكم. واخا هو نتاع الحديد يعني تقدر يعوج لكم كما كتلاحظوا. عنده هنايا هذا النقش هكا زوين، تحطوا فيه كبلاطو نتاع الحلويات اولا المملحات، يعني شي حاجه خفيفه. اما تحطوا فيها الكيسان والبراد لا، ما غاديش يصلح حيت خفيف بزاف، هادو يقدروا يعواجو. الثمن ديالو 5 أورو و79 سنت. جابوا فيه فقط اللون الفضي، وجابوا اليوم هاد بلاطويات. هاد الايام ما كاين غير الجديد في الجديد. هادو راهما نتاع الحديده، كيجيو هكا طوالين، عندهم جوج نتاع اليدين كامل الحديده. هادي غادي نحطها كما كتسمعوا غير الصوت ديالو، غادي تعرفوا راه هي نتاع الحديده. كاين اللون الاسود، وكاين هنايا اللون الفضي. ما عرفت هادي منين جات، غادي نحيدها كما كتشوفوا اللون الفضي. للثمن ديالهم 7 أورو 95 سنت. وراهم رجعوا تاني هاد البلاطويات حيت هادو ماشي جدادين، حيت كانوا داخلينهم دابا شي 3 د المرات، وهما كيدخلوهم دابا غير في هاد العام وصافي. دخلوا 3 د المرات اللي كيجيو هكا طوالين، اللي فيهم المرايا لداخل، كاين فيهم اللون الذهبي، كاين فيهم اللون الاسود، جوج الالوان. الثمن ديالهم 3 أورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد الخزانه، هادي راه هي حامل نتاع الشموع، كتمشي فيها غير واحد الشميعه لداخل. غادي نوري لكم، راه هي خفيفه في الورد صحاب ليا ثقيله، غادي نحاول نجبد وحده حيت وحده ملاصقه مع وحده، خفت لا ندير هنا شي كوارث. ها هي كيفاش كتجي، ونسيت ما قلتش لكم راه هي في الجهه نتاع الديكورات نتاع الكريسماس والويناختن، تماك اللي كيحطوا الديكورات زوينين. راه هي كامله نتاع الحديده، ولكن الحديد اللي هو خفيف، راه هي خفيفه خفيفه على يديا. هاد البلاصه كديروا فيها الشميعات كما وريت لكم، غادي نحطها هنايا بحال هكا كيفاش كتجي. وجابوا فيها فقط اللون الاسود، الثمن ديالها 5 أورو و79 سنت. وكاينين حتى هادو في الجهه نتاع الاحتفالات ديالهم، هاد تبسلات على شكل نجمه، ولكن ما كيوحيوش على الاحتفالات، هكا نجمه وصافي. اللي هما نتاع البديع تقدروا ديروا فيها شي حاجه. جابوا فيها فقط اللون الابيض مع الذهبي، الثمن ديالو 2 أورو و22 سنت. وجابوا اليوم هاد الصنادق اللي هما بحال توب نتاع المبرة، بحال هاد. كل واحد المره كنت وريتها لكم بالحجم الصغير، دابا جابوا فيهم هكا الحجم الكبير والمتوسط كما كتلاحظوا. الصندوق هذا راه هو كبير، كيتفتح هكا، راه فيه جوج كما
كما كتشوفوا فيه جوج صنادق صغارين، حيت الا خديته حيت كان فيه حتى اللون الكري، كاين هنايا اللون الاخضر الملكي واللون الكري، حيت هادو راهما صغارين، يعني هادوك صغارين الثمن ديالهم 4 اورو 49 سنت، والكبير الثمن ديالو 8 اورو 95 سنت، والا خديته سيت يعني الكبير بحال هكا وجوج صغارين. غادي نشوف الثمن كيفاش غادي تقام عليكم، غادي نحيد هكا ب 17 اورو و 93 سنت اللي غادي تقام عليكم لهادو، حتى هذا كيتفتح بنفس الطريقه. عنده هنايا هذا الخيط منا كيبقى هكا الا بغيتو تفتحوه، حتى هذا راه زوين اللي عنده المناسبات نتاع العرس او لا شيء، كما كنقولوا حنايا الهديه تحطوا هنايا اللوازم تاع العروسه، داكشي اللي اللوازم راكم عارفين تاع العرس، يعني زوين المنظر ديالو خصوصا هذا حيت اللون اللون الاخضر الاخضر الملكي، وحنايا راكم عارفين العادات التقليد ديالنا في الليله تاع الحنه كنديروا اللون الاخضر، يعني غادي يجي زوين هكا الهديه للعروسه او حتى العروسه تحط فيها هكا في الطاوله تاع البوفيه، داكشي اللي خاصها داكشي تاع الديكور تاع العرس، صراحه غادي يجي التناسق زوين. واما في الجهه نتاع الشموع لاحظت جابوا هادو جدادين، هاد الكؤوس اللي هما نتاع الشميعات اللي كيطلقوا الريحه اللي هما نتاع الجاج، الشكل ديالهم بيضاوي منا وعنده الغطاء نتاع الخشب مكتوب عليه بالانجليزيه، كيتفتح كاين فيه اما هذا او لا هذا على حسب الريحه اللي فيه الداخل، الثمن ديالو 3 اورو 99 سنت. ودابا بغيت نوري لكم هادي حيت هادي البارح حيت كتبتها لكم في التعليق الاول اللي ثبتته، كنت صورته بغيت نوريها لكم وشرحت لكم لمن كيصلح، ولكن ملي جيت ندير المونتاج لقيت داك المقطع تمحى ليا ما عرفت علاش، ودابا جيت نكرر لكم هذه حيت شفتوها في الصوره في الصوره المصغره ولكن ما شفتوهاش في الفيديو، قلت ضروري من نعاودها حيت هذه دايره بحال مبخره اللي هي كهربائيه، كدير حتى من الضوء كتشعل الضوء، هذه كتمشي فيها هاد الحجيرات اللي كيطلقوا الريحه اللي هي كبيره بزاف، والثمن ديالها يعني هادو اللي هما نتاع الملحه الثمن ديالها 29 اورو 95 سنت، جابوا فيها فقط هذا اللون لون ابيض، هذه راهي كبيره قلت لكم راهي كبيره تقدروا ديروها في الصالون. وكاينين حتى هاد الكؤوس حتى هادو فيهم شميعات كيطلقوا الريحه، هادو اللي فيهم فقط هذا اللون الثمن ديالهم 4 اورو و 69 سنت. واما في الجهه نتاع الاواني اليوم جابوا هادو، شوفوا يا البنات هادو اللي هما نتاع الشاش اللي هما صغيورين ماشي كبارين، اللي تقدروا تحطوا فيها اي حاجه، الحلويات المكسرات، واحد العام كانوا داخلينهم بالحجم الكبير دابا جابوهم هكا الحجم الصغير، واحد الديزاين ديالو زوين بزاف والثمن جد مناسب، ما عارف الاثمنه نتاع اكسيو اثمنه جد مناسبه، الثمن ديالهم اورو و 12 سنت لهادو. ولاحظت اليوم جابوا هادو نفس الطريقه نتاع هادو اللي كنحطوا عليهم الكيسان نتاع اتاي اولا نتاع القهوه، دابا جابوهم بهكا سامبل باللون الاسود وفيهم هكا بحال صقلي باللون الفضي اللي فيهم حتى هما ربعه في الباكيه هادو، كاين فيهم هاد اللون الاسود فيهم اللون الذهبي اللون الفضي، زوينين هاد الطريقه اللي داروا ليهم مختلفين على هادو، واحد المره كانوا جابوهم تاع المرايات على شكل دائري دابا واحد الشكل مختلف، الثمن ديالهم 99 سنت. واما في الجهه نتاع العطور لاحظت رجعوا تاني هادي، حتى هادي كانوا جابوها واحد المره لقيت على شكل حذاء اللي فيه جوج انواع، كاينه هكا الغوز الذهبي، مهم على حسب الريحه اللي كيتطرق، ولكن الثمن باقي ما حطوش هنايا الثمن ديالو. واما في الجهه نتاع الادوات نتاع اللي عنده العلاقه مع الحمامات والدوش جابوا هذه هاد الرشاشه تاع الدوش اللي كيقلب، راه هي كاينه في اكسيو كاينه فيها اللون الاسود، شوفوا واش كاين شي الوان، لا جابوا فيها فقط اللون الاسود حيت مكتوب هنايا فقط اللون الاسود، الثمن ديالو 6 اورو 95 سنت. واما هاد الجهه مره كنشوف هاد الجهه واش كاين شي جديد هكا طور نتاع الدار، لقيت هذا العطر هذا اللي كيعطر لي البيت،
كيكون بحال هكا، في هاد الشكل وفي هاد الشكل، حيت هذا نتاع الفاني، هذا على ما اظن نتاع الورد، الثمن ديالو €1.23. وكاينين حتى هادو، حيت دائما كانوا كيجيبوا بحال هادو اللي كنديروهم هكا في الماريو او لا في الصباط، كيعطر لينا الاشياء. لاحظت جابوا الشكل الجديد هادو، مهم على لوتام تاع الكريسماس والاحتفالات ديالهم اللي فيهم جوج في الباكيه. كاينه هادي، كاينه هادي على شكل نجيمات، حتى هما فيهم جوج، كاين اللون الفضي، اللون الاخضر، اللون الابيض، حتى في هكا اللي هما دوائر فيهم الالوان، كل واحد وتاني العطر ديالو. واخا درت الماسك العطر مجهد، كنشم كان كيطلع ليا الريحه ديالو مجهده. الثمن ديالو €1.59. وكما كتلاحظوا هنايا اللي غادي نوقف لكم الفيديو، غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.